مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على فيدباك مباشر من مدينه الدار البيضاء، ومعنا السي سعيدي احد الاوفياء واقدم مشجعين نادي الوداد الرياضي. السي سعيدي، مرحبا بك معنا اليوم. السلام عليكم، مرحبا بك ومرحبا بالجميع مشاهدين قناه شوف تي في. تحيه طيبه، احترام متبادل، تحيه رياضيه لجميع الوداديين والمغاربه. حسوا عادي اليوم غادي نتكلموا على وضع الحال الكارثي اللي وصل لنا نادي الوداد الرياضي، غادي نهضروا على تقييم المرحله ديال هذا الرئيس هذا اللي خدد لمده 6 اشهر، وشفنا فيها عده اخفاقات. تقدر تكلمنا على الاخفاقات وعلى الخرجه الاعلاميه اللي خرجت قبل الدير؟ اولا صراحه الظروف اللي تولى التسيير ديالها او الشأن الكروي ديال الوداد، السيد الرئيس عبد المجيد البرناكي اللي تنحييه، جا في واحد الظروف جد حرجه، اعتبارا الحاله اللي وصلت بها الوداد بعد الازمه الاخيره المعروفه ديال السيد الرئيس السابق، صراحه مر بظروف صعبه، ولكن حاول يقوم بالقيام ما يمكن قيام به ودبر الامور حسب الامور ديالو، حسب اللي خصو يدار. ومن هاد المنبر مشكور على كل ما قام به، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا على ان الرئاسه ديال الوداد تكون في ايادي امنه، وجينا رئيس اللي يستحق هاد الرئاسه، شي كاريزما كبيره وشخصيه، ورئيس اللي تيحب النادي ويحب جميع الوداديين ويسهر على كل ما هو ايجابي النادي، ومن اجل المزيد من الاشعاع ديال الوداد الرياضي. الحاج كتعرفوا بان السي مجيد برماكي دوز الولايه ديال مع الناصري، كان نائب رئيس ديال الناصري، يعني عرف جميع الخبايا ديال النادي وعرف زمام الامور كيفاش غادا. كنشوفوا من بعد فاش شدوا الرئاسه ديالو، شفنا 6 هزائم اللي كانت الوداد كديرها كامله، ما كانش كديرها حتى في موسم واحد لمده سنوات. هذه فين كاين الخلل؟ وانا مده تتفوق 45 سنه وانا متبع الفريق الكبير ديالنا العزيز وداد الامه، حنا كنا التعادل وما تنقبلوش بالميدان ما عدا الهزيمه، صراحه نتائج كارثيه، نتائج ماشي من حجم نادي الوداد الرياضي. نتمناو على ان القادم يكون افضل، لان ما نبقاوش نجبدوا الماضي، سو كيف في شوفوا المستقبل، نشوفوا الامور الجديده، نشوفوا كيفاش غيمشي النادي مستقبلا في السنوات القادمه، على اعتبار ان عنده عده استحقاقات، وخاصه كاس العالم بالولايات المتحده الامريكيه في شهر 6 2025، اضافه للكاس سيبر إفريقيا، وكذلك خص الامور تغير ويجيو وجوه جديده وتهيكل الفريق واللي اللوغو تعطيه الحجم ديالو الكبير، المسائل القانونيه ومسائل التواصل ومسائل الاعلام، هادشي كله خصو النادي، وكذلك المدرسه اللي صراحه اللي فقدناها. واي واحد بغى يجي للوداد خصو يكون عبقري، ماشي من هب ودب يجي يسير في القلعه الحمراء، وهذه رساله، لان هادشي اللي تعودت، لان انا من 1968 ولد 4 سنوات وانا متابع الوداد بجميع الخبايا ديالو، عرفت جميع الرؤساء، عشرتهم، لاعبين، اطياف، جماهير، الترا، الكل، والله شاهد على كلامي، لانني ودادي بكل تواضع اقولها، ودادي صادق، احب هذا النادي اللي تنعتبره جزء من الحياه ديالي، عد الله سبحانه وتعالى والوالدين والسده العاليه ديال السده العاليه والوطن والوداد الرياضي البيضاوي. كنشوفوا بان نرجعوا للحصيله ديال الموسم هذه،
ماشي ما عمرنا شفنا الوداد بهذا الضعف هذا، خصوصا كنعرفوا بان نفس الفريق اللي وصل نهائي الى سوبر ليج و نفس اخ محترم، اخ محترم خصك تعرف على قبل كان واحد السير احادي، تسير احادي، وانا ما يمكنش الانسان يكون اناني ويسير بعده. في ايامات عبد الرزاق مكوار كانوا ناس قامات، كان المكتب ديال الوداد عباره عن شاطو قصر تري ديفيسيل دو بينيتري، ماشي اي واحد هب وداد بيدخل. وتقريبا عاشوا 20 سنه في هذا المكتب. ايامات عبد الرزاق مكوار على ذكر السي جدايم الله يرحمه، السي اسماعيل الخطابي، احمد مقتدر ملقب بشروطو، واريت مصدق بن عز الدين السنتيسي، الطاهر الجوطي، عده اسماء، واستسمح لما ذكرت شي واحد. هاد الناس كلهم كل واحد كان في المكان المناسب وتيقوم، ولكن تيبقى لو ديسيدور سي عبد الرزاق مكوار الرئيس الله يولي برحمه الله، لانه كان تيحكم ولا وما تيسودش صراحه. وكان كل واحد تينفع الوداد ومتبع الخطوات، وكانت امور على احسن ما يرام. ورشتوا النتائج، النتائج في عهد الرئيس عبد الرزاق مكوار، لان كان تيقول على نجحنا كاملين. ولو انني انا رئيس راه كاين مسيرين اللي ترفع لهم القبعه، اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقين في الحياه الله يطول لهم العمر، اضافه للجماهير، الجماهير الوداديه اللي صراحه حتى هي عملت ما في، كانوا جماهير بما تحمله الكلمه، جماهير اللي تحب النادي ولحد الساعه كاينين جماهير، ولكن خصنا نكونوا لحمه واحده واتحاد واحد من اجل النهوض بهذا النادي، هذا النادي اللي تيحبوا الجميع، اللي معروف لا وطنيا ولا عربيا ولا افريقيا ولا دوليا. نتمنى ان شاء الله على ان الوداد مستقبلا انها الاوراق تراجع وتمشي في السكه الحقيقيه كما عودت الجماهير الوداديه وكذلك المغاربه، لان هذا فريق شامخ، فريق مرجعي، فريق اسطوري، فريق تاريخي، فريق وداد الامه، وداد الامه ديال جميع المغاربه. ولكن خصنا ناس وازنين، ناس عباقره عبقريين يكونوا في التسيير، وماشي من هب ودب، يكون في التسيير ديال الوداد، لان الوداد تاريخي ماشي ارث محلي ولا شخصي. وسطروا على هذا الكلام اللي تنقولوا. كنقراو دابا هنايا كنشوفوا بان كلشي كيهضر على رئاسه ديال هشام ايتش منا، وعاد جماهير الوداديه بالالقاب بحصد جميع الالقاب. تحياتي، وانا اشاطرهم الراي، ولكن فيما يخص رايي الشخصي ولا الزم احد بهذا الكلام، انا فيما يخص الرئيس المستقبلي ديال الوداد، اولا انا خصني تنشوف على انه بالنسبه لي انا شخصيا لا الزم احد، والراي الاخر في اطار الاحترام وفي اطار الافاده والاستفاده، انا بالنسبه لي كودادي غيور، كودادي من احد من الاوفياء تاع النادي اللي خلص ليه وعطيت فيه الكثير، وصراحه الوداد زاد الشخصيه ديال السي محمد السعيدي بكل تواضع، وعرفات الاسم ديالي لجميع المحبين الرياضيين سواء بالدار البيضاء او خارج الدار البيضاء او خارج ارض الوطن. بالنسبه لي انا تنشوف الرئيس المستقبلي ديال القلعه الحمراء، اولا خصو يكون يحب النادي، ثانيا يعطينا واحد الخريطه شامله اشنو باغي يدير في هذا النادي والعروق كل شيء من صغيره وكبيره. ثالثا خص يكون عنده واحد الكاريزما قويه وشخصيه، ويكون ميسور الحال، ويكون بعيد عن المجال السياسي، لان الوداد تاسست قبل من الاحزاب. حنا السياسه ما بيننا وبينها الا الخير واحترام هاد الناس ديال السياسه، والسياسه في اتجاه والرياضه في اتجاه، وهذا الرئيس يكونوا معاه مستشارين في المستوى، مستشارين اعلاميين قانونيين، ناس
وازنين، ناس عندهم قوة كبيرة باش ما نوقعوش في الأمور اللي وقعنا فيها في الماضي، خاصة على أن الوداد سيرها ناس عباقرة وشخصيات وزراء وحكام الدولة، والأمثال كثيرة على مستوى عبد الرحمن الخطيب، أحمد العسكي، جدايم، عبد الرزاق مكوار، كذلك عبد القادر بن جلول، عز الدين بن جلول اللي كان سفير ديال المملكة المغربية بباريس، عبد الرحمن الخطيب راه كان وزير الداخلية في الستينات، وشخصيات كبيرة وكبيرة، وكانوا متبعين الشعب الكروي وتيعرفوا واش تيعملوا، وما كايناش كثرة الهضرة، كاين الواقع، وما كاينش كثرة هذيك الكلام اللي خارج على الإطار ديالو، لأن الوداد راه فريق إرث وطني ماشي محلي، ومؤسسة وطنية قائمة بالذات، وفريق اللي غزا إفريقيا شمالا وشرقا وغربا وجنوبا. لهذا هذه هي الرؤية ديالي، وأنا مع حتى شي واحد، أنا مع الرئيس المخلص الفيدال العبقري، وأنا مع النادي الوداد الرياضي، وداد الأجداد والأوفياء والرجال إلى غير ذلك. شكرا سي سعيدي، شفنا هذا هو الرأي ديالك، وشفنا تكلمتي على المرحلة اللي المرحلة صعبة اللي كيمر منها النادي الوداد الرياضي، وتكلمنا على ملف الترشيح ديال السي هشام ايتمنى، وهضرنا كذلك على الفيجور بريزيدون خاص ان شاء الله ان شاء الله خاصو يفوز جميع الالقاب ويكون فريق تماما على القمه ديالو التواجد ديالو. وما نساوش واحد القضيه، هو ان هذا الرئيس المستقبلي، هذا الرئيس خاصو يكون رئيس ديال جميع الوداديين، ماشي ديال شي فئه من الفئات، لا جمهور معين ولا جمعيات ولا الترا، خاصو يكون رئيس ديال نادي الوداد الرياضي، الوداد الشامخ، الفريق الكبير، الفريق المرجعي، الفريق التاريخي، الفريق ديال المغاربة جميعا. تحية خالصة لجميع الوداديين الأوفياء الأحرار الأحباء الكرام الفضلاء، وتحية خاصة لقناة شوف تي في، وديما ديما وداد. شكرا.